Cap Weekend. صباح النور من جديد، إن شاء الله نهاية لكم زين، طريق السلامة الناس الكل. هذا هي فاضل شاكر قالوا عني كنت معاه توا 48 دقيقة. شكرا لاختياركم موجات كابا فام. يوم باش نحكيو على التونسي والمهرجانات ما بين المؤيد والرافض في الكلمة ليك. الكلمة ليك، نحكي على مهرجان كارتاج، مهرجان الحمامات ونسمات الحمامات ما بين الراضي على البرمجة وعلى التنظيم وعلى العروض وما بين الناقد ليهم. هات تسمعوا رأي التوانسة في الموضوع. مهرجان السنة كانت بالحق محلاها على الاخر. نبداو مهرجان كارتاج، مهرجان حمامات كيف جاو فنانين محلاهم برشا، كل عام نزيدوا يجيبوا حاجة مخير وان شاء الله زادا يكملوا عام الوالد هذايا العوامر. حقيقة ما حضرت كان المهرجان نسمات الحمامات. نحب نقول يعطيكم الصحة على التنظيم، هذيك جمعية الغرفة الفتية الاقتصادية بالحمامات، نحب نقول يعطيهم الصحة. المهرجانات اللي صاروا سناء فما برمجة باهية وقاعدة نشوف في تنظيم باهي والعروض باهية والعباد تخرج ديما فرحانة من العروض وعاملة جو. بالنسبة للمهرجانات نتاع السنة الحقيقة نتاع ربي الكلهم باهيين، أما الأكثرية اللي عجبني هو نتاع مهرجان حمامات علي كان منظم أول حاجة مش كيما عمناو، تنظيم إكسترا دو بلوس، جابوا حاجات جديدة، مغنيين معناتها باهي في العموم باهي. في العموم باهي، هذا كان راي توينسا في المهرجانات. شفنا الأكثرية راضين على البرمجة، راضين على التنظيم، راضين على الفنانين اللي تم برمجتهم. شكرا سلمى شهيدة على الميكرو، تواصلت معاكم البارح يعطيها الصحة. شكرا بقية الفريق. احنا راجعين شوية آخر باش نحكي مع دكتورة فاتن طقطق على المشكلة اللي عاونوه منها التوينسا الكل في الصيف، اللي هي مشكل الناموس وكيفاش نعالجوه.